اعتقال الصحفية هاجر الريسوني هو حلقة من حلقات تشهير بالصحافة المستقلة، وهو هجوم على الحريات الفردية والعمومية كذلك، لأن الأمن السياسي لما يعتقل هاجر الريسوني فإنهم يريدون تخويف كل المعارضين، ويريدون تخويف كل الصحفيين، ويريدون كذلك أن يفرغوا أخبار اليوم من صحفيها، لأنهم يريدون أن يعطوا عن أخبار اليوم وهي من الصحف المستقلة النادرة الآن، على أساس أنها أصبحت بورديل. فكما نعلم مديرها متابع بطريقة يعني كيدية على أنه اغتصب يعني أكثر من 10 نساء، وهذا ظهر خطأ، والأمم المتحدة قررت أن اعتقاله تعسفي. إذن هذه حلقة جديدة من اعتقال الحريات ومن استعمال المرأة كما استعملت في قضية بوعشرين، تستعمل الآن المرأة في ضرب المعارضة السياسية، وهذا يعني الأمن السياسي في المغرب وصل إلى حد بعيد في التدخل في شؤون الحكم وفي التدخل في شؤون الإعلام. وكما نعلم أغلب المواقع الإخبارية الآن التي تقول أنها مستقلة هي تابعة للأمن السياسي وأساسا للدي اس تي، وهذا مسألة خطيرة جدا. حتى مواقع كانت في السابق يعني مستقلة اشتراها يعني مقربون من الأمن وأصبحت تابعة للأمن، وهذه مسألة خطيرة جدا ويجب أن تتوقف.